نسير مع التحدي ونسير مع الإثارة مع المنافسة مع أيضا الانطلاقات. مشاهدينا الكرام ناخذ بداية شوط السودانيين لانطلاق في تحدي هذا الشوط. الله شوط البكار شوط ابناء النيل. المركز الاول طرفاشة، انا على الصدارة للكريري عبد الباقي. نزل العملاق، نزل الكريري اللي على الصدارة، بينما المركز الثاني وصل ايضا حدث وصلت للسيد يوسف الماحي الدرادر على المركز الثاني، بينما المركز الثالث ثالث المراكز شوهين لصديق عمر الويس على المركز الثالث. أما المركز الرابع تحرك ابن العطا، وصلت مشكورة محمد عطا المولى على المركز الثالث. ولكن عودتنا إلى المقدمة، عودتنا إلى الصدارة، إلى من قيرت على بداية الشوط حدث يوسف الماحي الدرادر على المركز الأول على قيادة هذا الشوط. هو شوط السودانيين، متابع راقب المعركة، راقب الإثارة، راقب التحديات. على الصدارة على المركز الأول حدثا على المقدمة، تبغي تسجل الحدث ليوسف الماحي الدرادر. يوسف الماحي الدرادر على المقدمة، روح على المركز الأول. المركز الثاني عطى المولى، وصل محمد عطى المولى قادم ولكن مركز. شوف الشوط، شوف الاعداد. ولكن الماحي الدرادر على المركز الاول على القيادة هذه النوعية بلا اي اوامر. الله سلام. يوسف الماحي الدرادر على فوز حدث بهذا الشوط. المركز الثاني لمحمد عطى المولى، المركز الثالث لا سيد صديق عطا المولى. التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام 2:19 تهانينا والناموس ليوسف الماحي الدرادر على هذا الفوز والانتصار.